طيب هلا بدنا نبلش بال ار دي اف سكيما. ها ال ار دي اف سكيما شو معنى سكيما يا عبير؟ رسمه معينه او شغله معينه بتدل على معلومات او ترتيب معلومات معينه. شو معنى سكيما يا منى؟ اللي هو تقدر تحكي الستراكشر تبع الشيء، كيف انت مثلته او كيف. في لها كلمه بالعربي؟ مخطط. مخطط او شو رايكم كلمه كالب او قالب؟ قالب اقرب اقرب شيء بس مش بالضبط يعني. مخطط ممكن تكون يعني في شيء له فورم، في زي تمبلت بننسخ عليها. داتابيس سكيما كيف نسوي داتابيس سكيما؟ بنقول تيبل لو ار ام داتابيس سكيما بنقدر نشوفها، او كرييت تيبل مش هاي سكيما. انا بعرف اكس ام ال سكيما هنا، في حدا بيعرف اكس ام ال سكيما؟ لا اللي بيعرف يرفع اصبعه. مش بروفيشنال بس عمرك شفتها بس فاهمها يعني. اه فاهمينها. ثلاث بس اللي بيعرفوا اكس ام ال سكيما هون، أربعة ونص، ثلاثة ونص. مع النص سنة قصدك يا دكتور؟ لا ما هي بترفع بتنزل اصبعها فيعني هلا متذكري متذكرتيها الار دي اكس ام ال سكيما. اه طيب هلا لما نقول سكيما شو بتبادر لذهنك؟ لما نقول ار دي تعلمنا ار دي اف، وهسه بنتعلم ار دي اف سكيما، وكانه بنروح نعمل سكيما للار دي اف. معناته نكتب السكيما لحال وبعدين بنروح نكتب الار دي اف لحال. مش بالضبط مفهوم السكيما في الار دي اف مش بالضبط. طيب على كل حال كمان نشرحها. وين الريدنج ماتيريال المطلوبه هون في الامتحان؟ الستاندرد بالضبط. لا طبعا في كتاب اللي ورجيتكم اياه المره الماضيه في شابتر عن الار دي اف سكيما اللي بفهمش علي اليوم، بس انا وين بجيب منين بجيب الاسئله؟ من الستاندرد. بدك تقرا الستاندرد وتفهمه بكل تفصيلاته، واضح؟ طيب الار دي اف سكيما يعني انا بسميها زي فريم ويرك، مش بالضبط ار دي اف سكيما بالمفهوم تاع الداتا بيس. هلا نشوف كيف. وهي عباره عن اكستنشن للار دي اف، لانها اصلا بتنكتب بالار دي اف. هي تنكتب الار دي اف سكيما بيش تنكتب بالار دي اف، فهي عباره عن سيمانتيك اكستنشن. يعني هي عباره عن جاست اكستنشن، يعني تقدر تخلط انت سكيما مع الداتا، تقدر تخلطها عادي، والمفروض تخلطها، والمفروض انك تكمان تخلطها، يعني انجاز التعبير مخلوط المفروض تخلطها. صعب تفهم علي هلا. طيب هسه بنشوف المثال. طيب قبل ما نشوف المثال اللي بدي اقول لكم اياه، عارفين شو المشترك بين الداتا بيس سكيما والاكس ام ال سكيما؟ ده اللي بيعرفه اكس ام ال سكيما. داتا بيس سكيما ايش؟ والاكس ام ال سكيما. انه في عندي اوبجكت تايب او في عندي كلاس، صح؟ في عندي ريليشنز؟ في الاكس ام ال؟ لا فيش، في سب تريز، فيش ريليشنز بين الاكس ام ال. انا بحكي على سكيما. وكأنه في عندي إليمنت تايب أو إليمنت. يلا ساعدوني. يعني شو اللي تسمي السكيما؟ تتكون من شو؟ بدي أعرف. في عندي أنس أتربيوتس التايبس تاعت، في عندي تايبس وفي عندي أتربيوتس إلها، صح؟ وفي عندي سب تايبس، سب إليمنتس، سب إليمنتس. بالاكس ام ال سكيما، بالداتا بيس سكيما في عندي تيبل، تيبلز وبينهم ريليشنز، وبينه وفي بينه وفي له اتريبيوتس، والريليشنز مثلا زي ايش؟ الفورين كيز. تعرفوا بالضبط الاو ار ام اس اي سوري الار دي اف سكيما هي باختصار اذا بدي امثل لكم اياها عباره عن او ار ام بدون اي كونسترينت. كيف يعني؟ إذا تتكون من كلاس، نحكي كلاس هون، طيب ريليشن، ريليشن لا ريليشن أو وسب تايب، في شيء ثاني؟
values. Values constraint ما هم. هم constraints بالواقع. بس. هاي هي الأرض السكيمة. شوف في عندي man. سوري. ها أنا بدي أعطيك شغلة يعني. عندنا man. فهاي مش أول إما. طريقة رسم. عندي man. Sub class of. Person. إذا في عندي class اسمه man. في عندي class اسمه person. وفي عندي air. Sub class of. هيك طلع لي. ففي عنا كلاس نكتبه هيك R D F S نقطتين كلاس وفي عنا كمان سب كلاس. فاهمينها؟ سهلة. طيب في عندي إشي ثاني بدي أورجيكم إياه زي مثلا بقول إدوار سعيد هنا مش كسترينج. إدوار سعيد زي يو آر آي. يو آر آي إتس شو هاي؟ بنقول زي إنستانس أوف مينيمم إنستانس أوف إيش يا؟ ما instance of man. أنا ما كتبتش instance of هون هاي. طب أقول instance of ولا أقول object of ولا أقول شو أسميها هاي؟ شو علاقة أنا السمارة في class man؟ احكوا ديما instance. شو ممكن تسميها اسم ثاني؟ منى انستنس من ماهر انستنس تايب. طب في عندنا ثلاث انستنس وتايب واوبجكت. انتوا شو بدكم تسموها؟ احسن شيء انستنس. هلا في ستاندرد شو بسميها؟ شو بسمي في الستاندرد؟ بسمي تايب. ها مسمية طيب. ففي بنقول ار دي اف طيب. وين شو الاستا هاي انه انو بسمها طيب هنا مين بسمها طيب؟ الستاندرد. الستاندرد اللي عمل الستاندرد هو كال خلاص. شو بدنا نسميها؟ طيب. اذا طيب شو معناها؟ انستانس او اوبجكت. طيب نسميها سب تايب ولا سب كلاس؟ هاي سب كلاس او لا الستاندرد شو بقول؟ سب كلاس او. طيب اذا بنقول ادوارد سعيد اتس ا تايب اوف اوف ا مان ومان از ا سب كلاس اوف بيرسون. لاحظوا انه في الار دي في الار دي في سكيما لازم كل السوبر تايبس او كل كلاسز هم عباره عن انستنسز من هاي ريزيرفد وير من كلاس صح؟ هم instances من كلاس زي الاوبجكت في الجافا ما اعرفش لا ما من جافا لا كمان مره والله يعني المان والبيرسون كلهم من اوكي الكلاس هي اللي مميز عندها خلاص بعدها في شيء بس هم مش سب كلاس اوف يعني هاي العلاقه مش سب كلاس كل كلاسز هاي مش كلاس كل بلا كل كلاسز مالهم instances من كلاس من كلاس لا بنروحي طيب الكلاس دي احمد ياسين طبعا نيجي للبروبرتي نيجي ل ورجيتكم السب كلاس بس حكيت دكتور جملي عفوا معلش تفضل اللي قبلها انه كلهم سب كلاس من الكلاس بس هم مش ايش حكيت يعني هلا فيش داعي احط خط اقول هاي طيب من هاي ليش خلاص ما هي يعني ما هي هاي تصب طاب منها فهو شو بقول كل السوبر كلاسز بتكفي او الكلاس كل الكلاسز بس اذا في الكلاسز في بينهم سوبر كلاسز خلاص بحط ايش مش لازم يكون دايركت ريليشن معها تكرار مين بلاي ما بتلزمش وضحت عمار وضحت اول حط نفس بدك طيب هلا نتعلم البريديكت كنا احنا زي وار ام بدون كونسترينت شو يعني كلاس ريليشن سب كلاس خدنا سب كلاس ولا كلاس ها هسه منو خير ريليشن وخلص ليش كل ريليشن هاي من هاي ريليشن شو سميناها هاز كوليج شو الدومين تبعها دومين بيرسون والرينج كوليج بيرسون
طيب لو انها works for شو الدومين مثلا؟ company. company والرينج؟ الرينج كومباني والدومين؟ بيرسون. طيب لاحظ انه هان بيرسون الكلاس تبعه التايب تبعه شو؟ كلاس. كلاس. اه طيب اذا هاي ريليشن او بريديكت شو التايب تبعها؟ بروبرتي. لاحظ انه هاي ار دي اف. مش متذكر هاي ار دي اف ولا ار دي اف اس على فكره. دققوا يعني رجاء انكم يعني هي موجوده هاي بالستاندرد تاع الار دي اف ولا بالستاندرد تاع الار دي اف اس؟ شوي. هلا انا ما عم بقول كلمه دومين. لاحظ شو في قبلها؟ ار دي اف اس. هي اختصار لشو؟ ممكن تحط A ممكن تحط B. فاهمين انتوا هاي شو معناها؟ حط اللي بدك اياه بس يعني هاي قانون ستاندرد لازم تروح وين معرف فيه؟ على الار دي اف اس. في الار دي اف اس وهي برضه معرفه في الار دي اف اس وهي معرفه في الار دي اف اس وهي معرفه وين؟ الار دي اف. طيب متذكرين ان عرفناها بالار دي اف مش بالار دي اف اس. مش متذكر اذا كلمه كلاس وين موجوده؟ بأي ستاندرد لانها يعني كلاس ممكن واحد يسميها كونسبت او اوبجكت تايب واحد يسميها انتيتي واحد يسميها صح كلمه كلاس تعريف هاي الشغله وين موجود http://w3c.org/blablablablabla تروح هناك تلك التعريف هذا هو على فكره هاي مش كلمه كلاس هاي عباره عن يو ار اي لينك هي فيزيك هناك موجود التعريف هذا الاشي معرف هناك يعني هاي بيرسون هي طيب من هذا الاشي معرف هناك هيك بنقول واضح طيب فبالتالي انا لما بحكي على البروبرتي مش متذكر هاي بصراحه ار دي اف ولا ار دي اف اس بدها تتاكد فبعرف الدومين والرينج ل وضحت شوف مثال ثاني قبل نكون مثال ثاني اذا الار اذا الار دي اف اس شو بتعرف فوكابيولوري بتعرف الفوكابيولوري شو من الكلاسز شو من السب كلاسز التايبس البروبرتي سب بروبرتي في كمان سب بروبرتي الدومين والرينج زي هذا مثال ثاني من كول ستودنت سب كلاس اوف بيرسون وريسيرشر سب كلاس اوف بيرسون على فكره هاز سوبر فايزر ستودنت ها سوبرفايزر ها مش او ار ام ولا كان رسمتها بطريقه ثانيه سب كلاس بحط خط له اتجاه وبحط اسم العلاقه هيك بالار دي اف المرسوم فستودنت هاز سوبرفايزر اللي هو ريسيرشر في علاقه بين السوبر ريسيرشر والسوبرفايزر هلا بالانستنسز شو بقول مثلا راضي شو التايب تبعه ستودنت وانس ريسيرشر شو التايب تبعه ريسيرشر اذا بقدر احط على كنورادي انو السوبرفايزر تبعه انس شفتوا هاي السكيما وكانه خلينا نشوف كيف بنكتبها بالاكس ام ال عادي بقول هاي هيك بنكتبها ار دي اف اس كلاس اذا بدي اقول انها هاي وكاني بقول كلاس بيرسون وكاني قلت سوري على فكره هاي وكاني عرفت وحدي هون قلت ايش قلت ايش؟ ها كلاس. انستانس اوف كلاس. بعدين ار دي اف اس كلاس بعرف كيف كلاس ماله؟ ستودنت بقول ار دي اف نقطتين اي دي ايكوال ستودنت ماله هلا كيف بدي اقول انه هاي سب تايب ار دي اف اس سب كلاس اوف ان ار دي اف ريسورس ويتش از بيرسون هيك بعرف عرفت ستودنت ومباشرة حطيت بكلبها انها هي سب تايب او سب كلاس اعيد ولا كمل لحظة اعيد بس لانه بدي اكمل واعيد بنفس الوقت في عندي ريسيرشر سب كلاس اوف بيرسون كيف بعرفها؟ بقول انه في عندنا ار دي اف اس كلاس انه في عندي كلاس اسمه يعني بقول له عرف لي كلاس اسمه ريسيرشر وسكر الكوس اذا بدك اذا بدك تقول من مره
انه كمان يعني انه كمان سب كلاس اوف بيرسون بكتبها مباشره سب كلاس اوف بيرسون. واول ما بعرفها ممكن يكون على فكره له اكثر من يعني هذا ممكن يكون سب كلاس لا اكثر من كلاس. بعرفه قبل ما سكر. ها كل شيء بنعرفه قبل ما سكر. تعرفه قبل ما تسكر يعني بيرسون لازم اعرفها سب كلاس اوف كلاس بيرسون. خلص عرفتها كلاس مش سب كلاس ولا شيء. لا التايب قصدك انت. لا هي امبليسيت لانه هاي هي عند ار دي فيش كلاس هاي امبليسيت. بس هون في تذكره البيرسون اللي في النص هاي اللي بدنا تحكينا و... وين هي؟ اه ها لا الثانيه الثانيه بيرسون هاي بالاخر بالاخر في تذكره البيرسون هاي. هاي مش تذكره بيرسون ولا لا هاي سوري هاي اكس ام ال هاي قصدك هاي لا مش لازم اسكرها هون مزبوط. لا مزبوط هاي هيك مثل الاكس ام ال. الاكس ام ال مش تاج وبين شيء يا بنكتبه بين تو تاجز يا نفسها ساعتها بنحط ساعتها بنسكر هون. بس اذا بنسكر بنكتب شغله واحده بس تاج واحده بنسكرها بقى. فبنقول ستودنت سب كلاس اوف ا ريسورس كولد بيرسون. ما هذا بنقول ريسيرشر سب كلاس اوف ا ريسورس كولد بيرسون. واضحه؟ فكر اقروها اخر مره واسالوا عنها. يعني خط بجوز خط مش كبير بس بقدرش اكبر كود بقدرش اكتب كود بالسلايد اكثر من هيك يعني لما تطبعوه بكون واضح يعني ملاحظين. فهاي هيك بعرف عرفت هيك عرفت انا ايش كلاس بس بدون اي وكانه دائره بس. هلا بدي اقول انه سب كلاس اوف بقدر على فكره بس اعرف بيرسون ايه ستودنت بس بقوله كانه ايش دائره. اذا بدي اقول انه ها سب تايب لها بدي اقول ها وكاني بفتح الاشي سب كلاس من هذا بكون معرف. في حدا عنده سؤال لحد هون؟ في حدا عنده سؤال؟ في حدا فيش عنده سؤال؟ اه يعني انا مفهوم قصدي. طيب هلا نيجي نعرف اني ريليشن طيب اقرا يا وليد RDF description. Description. إذا description بدنا نعمل description إحنا هلا عن إشي. ها supervisor. هيك supervisor. شو منقول شو الطيب تبعته؟ resource نعطيه كذا 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 property. property أو property. لاحظ إنه هاي وين موجودة؟ في الستاندرد. بعدين شو الدومين تبعها؟ وشو الرينج تبعها؟ يعني هاي الناحة هاي تمثيلها بالأرضية في سكيما. شو هاي البروبرتي أنا ماشي كثير مسكت معي هاي والله هذا آخر إشي كمان مرة. طيب شو هذا الرينج؟ فهمنا إياها أنت عمار حاول تفهم صوت عالي. يعني أنت بدك تعرف دكتور ريليشن اسمها هاز سوبرفايزر هاي الدومين بروبرتي خلينا نسميها بروبرتي اسمها بروبرتي في الارضيه بروبرتي مش يعني ريليشن تعرف بروبرتي اسمها سوبرفايزر الدومين الرينج تبعها او سوري الدومين تبعها ستودنت والرينج تبعها ريسيرشر بالضبط. خلص اوكي فهمت انه البروبرتي قصدك يعني انه هون حطيت اني بدي اعرف شيء بروبرتي هذا الشيء التايب تبعه بروبرتي تعرف شيء التايب تبعه بروبرتي الدومين تبعه ستودنت والريليش تبعه ريسيرشر والدرجة بس ولا شيء يعني الشيء هذا اسمه بروبرتي اللي هو ريليشن ولا اي شيء ثاني. سهلة؟ جدا سهلة جدا. هاي شريها بدها تشرح لنا شو في بكلمها. هاي كامل من ار دي اف. بعد هون كنت احط ثلاث نقاط وهون ثلاث نقاط بس يعني انه شوف الاخر ما تسكرش بيرسون تحت لو بدها تسكرها تحت لا لا اخر الدنيا هي مسكرة هي مسكرة بيرسون في العالم الاكس ام ال تقدر تسكر الاشي تحكي عنه مره واحده بس مش بس الاكس ام ال كتاجز يعني حتى في الكتاج اه الاتش دي ام ال او الاي اس بي نفس الاشي بالزبط. ممكن تسكرها بس او ممكن انا توقعت انه كل الحشوه هاي بتكون جوا البيرسون كلها. طيب يلا يا شركه هلا قرينا اول سطر شو معناته هذا الفيرجن اول سطر شو معناته
هذه الفيرجن تاعت الاكس ام ال ما هلا هون فتحت التاج تاع الاي اي شو يعني بلشت انه بالسكيما بالسكيما انا بلشت بالسكيما لا انا قصدي انك وين الاس هون انا ناسيها يعني لا مش ناسيها هلا الموقع هذا اللي بتحكي عنه الكلاس اللي بده يروح لها لا ساعدها يا وليد زي انه بدي اعرف الستاندر اللي هو انا معرف ساعدها يا ماما يا عمر هذا الموقع اللي هاي اخذناها المحاضره الماضيه يور اي لا بس هاي فتحت تاج مشان الار دي اف ستاندرد خلص بس ستاندرد ار دي اف وانا مش ار دي اف اس طب ليه مش ار دي اف اس يلا اللي بك سامعني قبل شوي في يلا يا عشان الار دي اف اس بنكتبها احنا بالار دي اف بالضبط معناها ار دي اف هي الار دي اف اس دي كده بالار دي اف ولا اشياء الكلاس فبعدين على فكره هذا ما هيك هذا كله معناته نفس السطر اذا بدكم ها بعدين نيم سبيس حطينا نيم سبيس شو سميناها ار دي اف وهي ايش اليو ار اي اللي وار دي اف اس يعني هذول كانوا نستعملهم بعد شوي وبيس البيس ها انيمالز فيك دوت او كذا بعدين شو تسوي كملي يا شريحه هلا هون الكلاس سميناه انيمال ايوه في اخذنا عملنا كلاس اسمه انيمال او كلاس اسمه هورس هورس وفي عندنا سب كلاس انيمال نمبر هاي انيمال انيمال يعني شو هاي الإشارة معناها؟ إنه تعرفناه قبل شوي. معرف بالدوكيومنت. معرف بنفس الدوكيومنت هيك معناها. هاي إنه إشي محط طب الـ URI وأنا لازم نحط الـ URL تبعه كله صح؟ طب وينهم هو ليش مش موجود؟ إحنا قاعدين نعرف فيه بنفس الدوكيومنت. نحطها إيش؟ هاش. هاش يعني؟ كان نفس الدوكيومنت. شو إذا من أول عرفنا كلاس. بس شريهان. كلاس اسمه هورس وكلاس انيمال جوا الدوكيومنت كملي يا ديما لما عرفنا من اول كلاس اسمه انيمال كلاس اسمه هورس هو بيكون سب تايب من الكلاس اللي اسمه كلاس سب كلاس ايوه وكلاس اسمه دوغ بيكون سب كلاس للكلاس اللي اسمه انيمال اذا عرفت كلاس اسمه انيمال بعدين عملت هورس ودوغ سب كلاسز مان صعبه هناك حطيت هاش قبل الانيمال هناك في الفيلم ولا ايه والمثال ارجع هون وفي ما حطيتش لا المفروض احط المفروض احط والله طلعوا يعني بصراحه عشان كل شيء قاعد يسجل انه يعني عشان يشهد التاريخ انه انا بالاشياء التو تكنيكال تعتمدوش على مرات بغلط يعني انا مش مبرمج فانتوا هاي عليكم انتوا لو اني في البكالوريوس وسنه اولى وسنه ثانيه بدك على شو بالضبط بكتب اما معاه في الكودز في على مستوى الماجستير بترك لكم اياها يعني يعني الا ما اغلط انا طيب هاي مفهومه انه هاي ار دي اف دوكيمنت بس نذكر ان ار دي اللي الار دي اف تنكتب مع الار دي اف وعلى فكره بنقدر نكمل نحط ار دي اف عادي مخلوط كله مع بعض والسكيما مع الداتا ونقدر ان ايش نفسرهم عن بعض هاد هيك ربش بس لا عشان عبير جبته عشان تقرا يلا يا عبير اشوفها تعال هون مش شايف بدنا نعمل كلاس اسمه لا بدنا نعمل علاقه او خلينا نقول اسمها بروبرتيز بدنا نحكي عن إشي اسمه تيتا طيب اللي هو الطايب الطايب تبعه كلاس ايوه اللي هو سب كلاس من إشي موجود اول اسمه بيرسون من بيرسون لا كلاس سب كلاس من بيرسون تيتشر تيتشر هي كلاس الطايب تبعها كلاس سب كلاس من بيرسون بيرسون ها ولا
هاش بيرسون. هاي بيرسون كبرها تاشر. هي مشكلة خط هسه بنكبر. هو عشان كنت بعيد انا طبعا مش مركز بالله. ركز الخط منيح. تيتشر طيب تبع كلاس يلا سب كلاس او بيرسون فوف فوف شوف فوف نيم سبيس لا المعرف فيه لا المعرف فيها نيم سبيس وين موجود في البيرسون في مكان ايوه كمل احكي احكي مكان في مكان ما واحد معرف واحد معرف http.hebron.com ها ومعرف هناك عامل ايش ار دي اف سكيما معرف به معرف فيها بيرسون وانا قاعد بكتب في ايش في بدي اكتب ار دي اف بروح اقول هذا مثلا عندي وليد سوري عندي نحكي عن تيتشر سب كلاس مين الاشي اللي وين معرف هناك وين معرف وين معرف يعني كيف بربط الداتا مع سكيما يو ار ايز يعني احنا نروح لتعريف البيرسون لازم نلاقي لازم تلاقيه هنا لازم وين تلاقيه لازم يكون معرف وهي على فكره فوف هاي هيك عن اعتباطا بجوز اكس 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 واي جد فبقيم هي تبقى نيم سبيس بقيمها كلها بحطها باليو ار ال على البراوزر وين لازم اروح اجيبها فهمت علي يعني هو كاني بقول في عندي تيتشر يعني بمعنى اخر الرساله بدي اقولها انه انت لما تستقول سب كلاس اوف كذا مش شرط تعرف السب السوبر كلاس عندك هون في داخل الدوكيمنت يعني مش لازم السوبر كلاس يعني خلص انا بعيد خلص انا بقول عندي انا عندي كلاس وهذا عباره عن سب كلاس مين الكلاس اللي عرفته منى الكلاس اكس اللي عرفته منى في المطرح الفلاني ريوزابيلتي فهمت علي يعني لازم انا اشتغل على اللوح لانها هاي الفكره حدش فاهم فيلم واضح تمام بس بدي فهمته بس ما ضمنتوش لا مش هاد مين تراك في حدا هون مثلا اللي هو الار دي اف مثلا الار دي اف اللي هو ستاندرد يعني موقع موجود بامريكا على سيرفر موجود بشيكاغو هناك قعدوا كوميتي وعرفوا ايش عرفوا اشياء منها مثلا شيء اسمه سوري ار دي اف مثلا شيء اسمه كلاس عرفوا عرفوا شفت كيف علمتك كيف تعرفوا طيب هلا انت هون بدك تكون ار دي اف اس كلاس ايش مثلا اي دي نقطتين بيرسون ماشي انت وين موجود وين السيرفر هذا تبعك مثلا دبليو يعني دبليو 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 دوت رام الله دوت بي اس سلاش اكس سلاش واي سلاش اي طب هلا انا لما اعرف لما هسه اذا لما بدي اوصل لهذا الكلاس وعرفت كلاس ثاني ار دي اف اس كلاس اي دي كار وسكرت الكلاس طيب هاي وين موجودة برام الله؟ احنا وين هلا؟ بيرزل مثلا فأنا بدي أعرف أنا هلا R D F S مثلا class ID
بتساوي ايش مثلا؟ تيتا. بقول انها سب كلاس، ليش هتزب ال سب كلاس من؟ هاي موجودة، موجودة وين؟ موجودة في إيطاليا. www.i.it/x/a/b/c. شي هاي؟ موقع. شو معرف فيه؟ كار. هون أنا بعد ما انا خلصت هاي على فكره كلاس بدي اجي مثلا بدي اقول درايفز، بدي اقول ايش؟ درايفز. لا كيف بعرف البروبرتي؟ ار دي اف ريسورس ها اي دي سلاش درايفز ها، ونقول التايب تبعها ذكريا بروبرتي دومين بيرسون. دومين تبع شو هو؟ الفوف كار. بدكم تيتشر ولا ولا بيرسون؟ بدك اياه وممكن كار كمان. دومين دومين لا سوري تيتشر. بدكم تيتشر؟ تيتشر. اذا تيتشر بقول هاش لان عرفتها هاش ايش؟ تيتشر. والرينج هو الكار. او الكار معناته بقول وين هاي 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 ارمز لها، ارمز لها ايش بدكم؟ ايه اي 1 وهي مثلا بي 1 بي 1 معناته بي 1 كولن كار. هلا هاي هاي ريليشن هاي هان وكان جيت عرفت كلاس اسمه تيتشر انه سب كلاس من اشي معرف وين في مطرح، او عرفت انه في عندي بروبرتي درايفز بين تيتشر والكلاس دومين تبعها عندي والريست نوعها معرف هون انها بروبرتي صح؟ والدومين تبعها معرف في دو في ايطاليا هون واحد معرفه سوري دومين بنفس المكان والرينج شبكة يعني مش كل شيء زي الداتا الاكس ام ال سكيما والداتا بالشبكة هيك بشتغل. شفت كيف؟ فهمتوا الفكرة؟ وعلى ذكر ممكن اقول مش متذكر كيف بنعرف الانستانس في الار دي اف انتوا ذكروني يمكن لما اكون ادوار بدي اعرف جامعة ميرزي بنفس الفكرة RDF resource resource ID equal شو مثلا http://www وكمل شو التايب تبعها السنتكس انتو بتشوفه بدنا نقول يونيفرسيتي، يونيفرسيتي وين معرفة؟ باستراليا. شو يعني معرفة باستراليا؟ يعني اجى واحد زيه زيكم عمل تعريف وحطه على الانترنت. وين انت شو بتساوي؟ تستعمل تعريف بس. بس. ايش بك معنا؟ شفتوا الفكرة؟ انت بس بتحط تعريفه. على فكرة فيش فاليديشن ها؟ انه هل موجود مش موجود بالواقع مش مهم. بس اذا انا وياك بنستعمل نفس التعريف اللي موجود باستراليا معناته بنحكي عن نفس الاشي، معناته بنحكي عن نفس الاشي. انا عندي سؤال صغير. انا اسال
الدومين نيم هذا والنيم سبيس استخدمنا عندنا في في المحل نكتب لازم نكون عارفين وين بنفس الفايل لازم تبقى معرف يعني هاي شغله ما لهاش علاقه بالار دي اف والار دي في سكيما سكيما هلا هاي شغله اكس ام ال وين كون كاتينيشن بس بنلزقهم نحطهم مطرح ما لهاش معنى. سؤال ثاني شو سؤالك وليد؟ طب لا كل واحد بدي اياه يسال سؤال فيش مجال. شو سؤال مؤيد؟ حضر كل واحد حضر سؤال. شو بتمنى انه التعريف اللي عرف فلان انه صح ولا في اخطاء كثير؟ شو بعرفنا انه التعريف اللي عرفه فلان صح ولا في اخطاء؟ فيش هاي انا انا بجاوبه انس شوي شوي فيش فشلات صح وغلط يعني بيرسون طب بلكي خبص التعريف يعني خبص تستعمله. سؤال ديما لا كل واحد حضر سؤاله. برجع لك منى بدي ارد اسال اتاكد ليش احنا بنستخدم هذا الاشي كله نسيت ليش بنستعمل كل هذا الاشي؟ هذا سؤال هو المهم لا ليش كنا بنستعمل الـ RDF والـ RDF سكيما؟ أول شيء لأنه عملنا بسميه شيء بسميه الـ Open World Assumption، بمعنى إنه عملنا خلينا الأشياء يعني طلعنا خارج مؤسستنا وصرنا نستعمل إشي غير شغل غيرنا، مش بس للريوزابيليتي عشان بس شو مثلا داتا انتجريشن، إنه لما أودي لك معناته ودي معناته ومؤيد يودي لك واحنا الاثنين مستعملين نفس الشيء نفس اليو ار اي معناته انك نفس الشيء. فهذا هو بصراحه عالم السيمانتيك ويب. هذول الار دي اف والار دي اف اس يعني بالاول هذا هو التكنولوجيا تاعت اللي بتمكنك تعمل سيمانتيك ويب. ليش؟ وين السيمانتكس؟ بتذكر بالاكس بالاكس ام ال في اي 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 المثال اللي عملته بي 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 ملوش معنى بس هون في له معنى. شو المعنى تبعه؟ بنقول هذا الاشي اللي هو مثلا كتاب في امازون ريتن باي ريتن باي مش ريتن باي له علاقه معرفه هناك مجازا احنا اليوم بنقولها ريتن باي مع هذا الاشي اللي هو احنا بنعرفين انه ديسكريبشن عن الويب سايت او انست ففي صار معنى للاشياء وصار اسهل الانتجريشن. صح هذا كويك انسر يعني. سؤال ديما هون ليش بالاكزامبل بتاني سطر حاطين ريسورس بتالت سطر حاطين ار دي اف نقطتين ريسورس هون؟ لا اللي فوق اول شيء هون بجوز سنتكس انا بجوز اني غلطان ما بعرفش انا بعمل كوبي بيست وببدل تاكدي منها ظبطي السلايدز فهمت سؤالها؟ بعمل كوبي بيس من حدا وببدي بعمل مثال انا بعرفش اتاكد زيكم انا مش مبرمج بركن عليكم هاي الشغله. سؤال اسراء لما نحكي عن الار دي اف والار دي اف سكيما شو الفرق بالضبط بينهم؟ مش عارفه افهم الكيس بالضبط شو الفرق بينهم. لما نحكي عن ار دي اف معناها انه سؤال انا بغض النظر فهمته او لا بس بدي انا اسال احتمال انه يمكن نفسه شو جبت شيء جديد انت؟ انا شو جبت شيء جديد؟ على المحاضره الماضيه هو اصلا اللي اعلنتكم المحاضره الماضيه يعني اللي اعلنتكم اياه اليوم اكستنشن المحاضره الماضيه لا مش اكستنشن بتقدر تسوي باللي تعلمته المحاضره الماضيه صح ولا لا؟ صح. لا بجوز لا خليكم دقيق شو علمتك انا اليوم؟ مور جنرال لا يعني قصدي بطريقة الكتابة شو اختلف شيء؟ شو مو نفس الـ RDF اللي علمتكم اياه اللي علمتكم اياه هسه برجع لأسئلتكم لعلمكم اياه باختصار اليوم نيو فوكابيولوري تقدر وانت تكتب تستعملها كان في كلاس في الـ RDF سالتيني شو الفرق بين الـ RDF والـ RDFS
في كلاس بالار دي اف؟ ما في سب كلاس، في دومين، في رينج، في هاز بروبرتي، سب بروبرتي. ها انساكم من هنا. في هذول هم الفوكابيولوري اللي علمتكم اياها اليوم اللي بتمكنك تعمل بسميها سيمانتيك اكستنشن ل للار دي اف. يعني ما لما كنا العام امبارح نحكي ما كنا نعرف كلاس بيرسون، ما كنا قادرين نعرف كلاس بيرسون او كلاس ثاني اسمه تيتشر ونعمل سب كلاس بينهم. اوكي كانت تقدر. نو على فكره انا غلطت. لا ريسيت. يعني تقدر انت فهمت فوكابيولاري بس تقدر. هلا امبارح شو سوينا المره المحاضره الماضيه بالار دي اف بتقدر تعرف كلا يعني ايش اسمه كلا اسمه تيتشر وايش اسمه بيرسون وتقول التيتشر سب كلاس اوف بيرسون. في شيء بمنعك؟ شو سب كلاس اوف سب ريديكيت صح؟ تعلمتوه. بس لما تعلم اللي بس كان السب كلاس تبعتكم بتعني كلاس السب كلاس تبعتكم يعني ما كانش ستاندر. بس هون انا جاي اقول لك انه في سب كلاس اوف ستاندرايزد وفي كلاس ستاندرايزد وفي دومين رينج وهذا سب بروبرتي ستاندرايزد. بس هذا اللي جاي اقول لكم اياه اليوم. بس فيش اي شيء ثاني. اوكي هذول تقدر تقول سي اولسو ليبل وكومنت وليترال وداتا تايب. هذول شويه بهارات بتشوفوا اكزامبلز عنهم بحرمكم حال. بس هذا انا اللي كنت جاي اقول لكم اياه اليوم. شو سؤال شريهان؟ انا يعني مش عارفه ليش عطينا XML. ليش حاطينهم في XML؟ ليش ربطينهم كثير بالXML؟ طيب سؤال اعلق بس عشان اعيد السؤال بنفس عشان الكاميرا بتقول شريها. طب ليش انتم مغلبين حالكم بالXML هذا كله كريبتيك؟ ما بعرف عشان الويب يعني. بتعرف عشان الويب. بس يعني ليش بس بالXML مثلا؟ اول شيء امبارح علمكم بالار دي اف انه مش مشكله مش شرط XML. لا اذا بدنا نتناقلوا كيف نتناقلوا؟ هل في شيء ثاني؟ تكست. لا انا بس التكست فيه مشاكل. XML هو XML التكست بس التكست فيه تاكس. عارف كتبناه بتيبل يعني عشان نثبت اسلوب كتابي بس ستاندرد. اسلوب الكتابه بصير ستاندرد بس ما فيش يعني شيء فلسفي ورا الموضوع. يعني انا لما هيك بصير خلص متخيله انه الار دي اف بس لما بدي اسوي مش لاشي ثاني. اساليني هذا السؤال لما احكي لكم عن المشروع. هو مش ويب. لا مش بس ويب. لا مش بس ويب. الار دي اف مش بس ويب. لا افرض انه انت عندك ار دي اف سويتيه بتيبلز شو المشكله؟ ما هو لا بدون اكس ام ال بالمره فيش اي مشكله. ما هو كل الامثله اللي اخذناها بس على الاكس ام ال. لا مش صحيح. لما اعطيتكم مثال في المحاضره الماضيه داتابيس تيبلز واعطيتكم حولتوها ل تيبل واعطيتكم مثال بالاكس ام ال حولناها برضه ل رسم. طيب سؤال عمار. كان سؤالي هو فيش اديتر لل ار دي اف اس تكتب اديتور لازم تفتحه وتكتب بالنوت باك؟ اكيد في خاص. يا ريت ماني ما جاوبش هذا. يا ريت ما جاوبش هذا السؤال. يا ريت اقدر ما جاوبكيش على هذا السؤال لانه نجاوبكم هذا السؤال لما اعطيكم البروجكت بتروحوا شو تسووا؟ تنزلوه وتستعملوه وبس انتم تيجوا تكتبوا لما تيجوا على الامتحان. لا فوش تكتبوا. يعني يا ريت اقولكم اجاوبكم على هذا السؤال بعد ما تتعلموا دربوا ايديكم على هاي الاشياء. خاصه احنا مسافه بدكم تحضروا. اذا بدك تسال جوجل ار دي اف اس اديتور بيرجع لك اول شيء بروتوجي. سمعتني؟ لا في كثير اشياء بس ما بتكتب فيها الاول والار دي اف اس اديتورز كثير. بس انا بصراحه بالمحاضره يعني بدي اياكم تعرفوا هاي التولز بس تكتبوا بديكم بصراحه بديكم اسرع واحسن. سؤال ماهر. انا بحكي يعني هذه ستاندرد افضل بكثير من الاكس ام ال اللي بيستخدموها السيرفر روك والسنتكس فيها يعني عالمي انترناشونال. ليش مش مستخدمه يعني ما زالوا ديديكيتد فورمز وهيك شغلات يعني مستوى. انا بقدر اساعدنا على الجواب.
شكله جديد التوبيك هذا. شكله كان أول مرة نسمع عنه. بما إن هم بيستخدموا إشي وماشي معهم بحكوا لك ليش نغير، ليش أنا إيش دافع عليه مصاري إحنا ليش نغيره عشان جديد. أنت حكيت الويب بسرية وشي إشي جديد يعني إشي. خليني أخلي هذا السؤال لا آخر سؤال عشان أعرف أحكي عنه، ممكن أجله؟ مو مشكلة عشان هذا بدي أحكي عنه أكثر. لا سؤالي بس ليش نحفظ السنتكس يعني مش عارف. ليش سؤال من هذا السنتكس؟ إذا ما حفظتش السنتكس بصير زيي بتيجي ديما بتقول لك وليش حاطط الريسورس بتلزم بتلزمش بعرف. مش مضطر تعرف السنتكس تبع HTML عشان تعرف. بس مو زي صراحة أنا تحفظ السنتكس لا 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 هذا الديفلوبرز لازم يعرف كل شيء. ويا نون ديفلوبرز مش دي حاجة على فكرة مش لازم تجاوب هذا السؤال. ويا نون ديفلوبرز لازم أكون دوغماتيك فيه. ويا نون ديفلوبرز طبعا ديفلوبرز طبعا ديفلوبرز وريسيرشرز وانتم مستقبلكم تطور على لغات زي هاي يعني نفس. طيب بس انا مستقبل نحفظ السنتاكس يعني هو مش قصه تحفظ اوكي يعني في الاخر بس لما تفهم كل شيء يعني لما تيجي تتعلم لازم تعرف كله بعدين بعد ما تتعلم وتتقن تغيب عنه 10 سنين لا مش بتنسى مش مهم بس طوال اللوجيك تبعه بكون موجود عندك بتروح ايش مفهوم وريني شو سؤالك انا كنت بس انه مثلا حكيت لنا ان الار دي اف اس هو مثلا اول بدون كونسترين طب شو الداعي يعني في مستخدم الار دي اف اس مثلا بما انه في اول اكثر يعني اوكي هاي السلايد اللي بعده شو بدي اقول لك ان نيكست ليكتشر وي شال ليرن اباوت اول ان اوردر تو بي مور اكسبريسيف ان ريبريزنتينج ذا مينينج ذا ليكتشر افتر وي شال ليرن اباوت اول اند انتولوجيز اول يعني ناخذ الاول بعدين ناخذ الانتولوجي بلزم مرات تقول الاكاونت تعرف انه الاكاونت لا مش لازم يبقى الاونر تبعه كومباني او بيرسون او انه مثلا البيرسون لازم كانوا مانديتوري او بنسميها الكاردينالتي هاي الاشياء الاكستنشنز هاي اللي هو كله بعضه من الاول جاوبتك عبير بدي اسالك لما البيرسون اخذناها من تعريف مسبق سابق البيرسون اخذناها من تعريف سابق ثاني كيف بنكتبها بالضبط احنا اختصرناها اي 1 وبي 1 بس لما بنكتبها عن جد بنكتب كل اليو ار ار كامل اوكي ذكرتيني اجاوب على سؤال انا كده داي لوكيت 10 دقائق معناته 10 دقائق ضايل عندي شغل 10 دقائق بدي اجاوب على على سؤالك اللي هو لازم نكتبها كلها هلا بالمناسبه الفوف هو نيم سبيس مزبوط هو مسميه فوف وفعلا موجود مكتوب فيه وكانه ار دي اف سكيما عن فيف جاي من فريند اوف ا فريند ام بيرسون كومباني شو بيلزم للبزنس كاردز انه البيرسون له ايميل له اسم اول اسم ثاني وافليشن كومباني والادرس هاي هذول التاجز زي كيف الادرس بوك في معلومات هذول عن جد معرفات دبليو 3 سي اعتمد يعني فيش داعي هلا نكتبها فيش داعي نكتبها او انجاز التعبير لو حدا سالني السؤال التالي قال استاذ طيب انت ورجيتنا انه انا بقدر استعمل تعريفات غيري شو اشهر التعريفات الموجوده اللي نستعملها لما نشتغل اول شيء بقول لك بدك تدور مثلا معروف للبيرسون معلومات عامه شوف الفوف في شيء اسمه بيبليو للي بده يحكي عن كتاب ولايبراري وجورنال ومجازين و انواع الكتب وانه في اي اس بي انه في ببلشر هذه الاشياء مكتوب بيبليو في شيء للسوشيال نتوركس في بك زمان شيء باسورد طالعك انه بروفايل بورتابيليتي انا بدي اخذ البروفايل تبعي من الفيسبوك واخزنه بالفريندز تبعوني مثلا واعمل له امبورت مثلا في اللينكد ان ليش طب ليش ما تصير هاي
ليه ما تصير؟ بكون زمان الناس تحكي عنها. طبعا الشركات بتعطيش اكسبورت. بس انعملها فوكابيولري، انعملها تعريفاتها السكيما تبعتها. في والله مش عارف شو اسمها، ففي بدكم تدوروا تستعملوا، يعني في المثال في الاكزامبل تبعكم في البروجكت تبعكم بدي اياكم تدوروا تستعملوا عشان تضمنوا الفكره. نرجع لسؤال ماهر، شو كان سؤالك كمان مره؟ ار دي اف اس ستاندر اكثر انتربولابل وهيك شيء، ليش ما تستخدم يعني؟ ليش مش مستعمله؟ هلا ليش مش مستعمله؟ هاي الشغله مش علم، نشرت اندستري مزبوط طلعت في 99، وبصراحة هي شركات بعرفش كانها الشيء وكانها الشركة يعني من 99 لل 2006 2007 شو كان الشغل عليها، هاي إشي هائل جدا يعني. أو بلشت نشتغل أنا كنت في البداية قبل ما تطلع الار دي اف، على فكرة كنت أشتغل بالموضوع. لما طلعت الار دي اف وانشهرت طبعا كعدد جزء لل 2000 لل 2001 تعلمناها، واو يعني كان الكل بيعمل ابحاث. انا بحكي هنا في يعني احنا الابحاث الباحثين الجامعات بقى ابحاث وحتى فاندنج، يعني لو تقدم بروبوزل للاتحاد الاوروبي يجيك مباشره، حتى لو البروبوزل بنفعش الكل يعطي فلوس عشان هذا الاشي يصير. بلش يفطر 2004 بلش يفطر، يعني صرنا نقول انت تشتغل بالسيمانتيك سب بالسيمانتيك ويب، صرنا نستحي يعني نقول انا بشتغل بالانتولوجي مش بالسيمانتيك ويب. زمان كنا نحكي ايه مثله بجوز موضوع مش مات يعني، او فتر الابحاث فيه 2004 2006 ل 2006 يمكن 2005 2006 بعدين رد شبط مين الموضوع صار 2007 صار هبي هائلي لحد الان لحد الان. ليش؟ لانه ياهو وجوجل وبعرفش مايكروسوفت يمكن مش كثير بلشوا يستعملوا في هاي التكنولوجيا. عشان هيك هذا الكلام يتزامن مع السلايد اللي بعده. في شيء بنسميه ار دي اف اي، انا كاتب هون ايش؟ سلايد واحد بتحكي عن ار دي اف اي، وسلايد واحد بتحكي عن اللينك داتا، وبعدين بعطيكم المشروع. معلش الار دي اف اي انا هاي شو هذا يا عمار؟ هاي سكرين شوت اللي هون شايفه هاي شي هاي يا وليد؟ اتش بي ويب بيج ويب بيج صح؟ اتش تي ام ال شو مكتوب هون؟ ديكسا لونز اوستريا معلومات اتش تي ام ال. على فكره هاي على هاي الصفحه هي فيها معلومات، عشان بدك تعرف شو فيها، فيها معلومات عن مؤتمرات، هاي المؤتمر وين بده يصير، هاي شو الكلاس تبعه يعني شو الرانك تبعه، بكون مهم ولا مش مهم، هاي اي بلس هاي بي هاي سي هاي اي، وهاي الديدلاين لما بدك تعمل سبمت الارتكل، ولما بيردوا عليك وانت بيردوا عليك، وانت بده يصير المؤتمر وانو الببلشر تبعه، وقديش صفحه مسموح لك تكتب لما بدك تودي لمؤتمر ورق علمي، معلومات عن مؤتمرات ويب بيج عادي. هل لو بدك انت تكرهها على فكره ستراكشر، لو بدك تكرهها تحطها في داتا بيس شو بدك تساوي؟ لو بدك تكرهها تحطها في داتا بيس شو بدك تساوي؟ كيف؟ ايوه انت جاوبي منى. بدك تعمل اتش تي ام ال بارسر صح؟ واذا اجى الديفلوبر صاحب هاي الصفحه غير شيء بيشتغل البارسر تبعك؟ بيشتغلش. فبنقدر نكتبها في شيء في شيء اسمه ار دي اف اللي هو عباره عن اتش تي ام ال، هو اتش تي ام ال هو اتش تي ام ال في زياده عليه شغله صغيره بتمكنك يعني بتمكننا نحول هذا الكلام ل ار دي اف. فبرينجينج ذا ويب دوكيومنتس اند ويب اوف داتا سيمانتيك ويب كلوزر، يعني عشان نسرع الاتش تي ام ال باختصار شديد هاي الاتش تي ام ال. على فكره هاي صفحه الي انا شخصيا يعني، وهي انا عملتها ار دي اف اي. هاي تي ار تي تي دي بلا 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 بلا. المهم نيجي وين؟ في عندنا ديف. هلا كل واحد هاي انا عاملها ديف، انا بدي اورجيك اكزامبل كيف تكتبها في ار دي اف اي. في عندنا ديف. ديف شو يعني ديف يا منى؟ ديف ديفجن صح؟ هذا شيء اتش تي ام ال صح؟ اوكي
بعدين حطينا كيف؟ احكي لها احنا دف. احنا دف؟ احكي لها دف. دف يا توتر شاطر بتعطيك على دف. دف. هلا بعدين انا شو بدي اقول مثلا؟ سبان. شو يعني سبان؟ سبان. 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 بتعرفوا سبان؟ اه؟ ستيم ال هذا. شو يعني سبان؟ بعرفش ليش بتستعمل ليش كيف مش تبع اسمها مش معناها بالعربي شو يعني فاصل او شيء بس هذا شيء مش بتشوفه هذا شيء جوا بنطبعش على الشاشه بقول سبان هاي الكلاس تبعها ستايلته وهذا ستايل هذا كله شيء بالي انا هون بحكي بيبر بعدين بقول سبان هي بقول بروبرتي ايكوال بيبر سبمشن ديت شايف ما ركزوا معي مليح لان هذا عاده ما بشرحوش بدكم تاخذوا عليه بروجكت هذا فيعني ركزوا معي سريع جدا بقدرش اعيده هذا مش هشرحه بالتفصيل عنه سلايد واحد فكلاس سوري سبان كل بيب هل حد هان كله HTML بعدين كنت سبان يعني شايفين هاي شايفين هاي اللي هي 20-3 هون مكتوب بالـ HTML مكتوب 20-3 ها او هون مكتوب هون مكتوب 16-3 اذا بدك ها فهي المكتوب هون وكاني بدي اعمل له انوتيشن بدي اعمل له شو يعني اعلمه بس اليوزر ما يشوفش الهيومن لما تطلع على HTML بشوفش انه هاي معلمة يعني شايف هاي الاشتي باختصار بدي عيد من اول شايف هاي الاشتي مقل ها يا ريت لو في اشي يجي كلي هذا عبارة عن اسم مؤتمر او انا هيك كل ديفيجن انا بدي احكي عن مؤتمر هذا اسمه هذا الموقع وين بده يصير هذا نوعه هاي عدد الديدلاين تبع السبمشن تبعه هاي الديدلاين تبع النوتيفيكيشن هاي وين انت بده يصير هاي الببلشر تبع الارتكلز اللي بده يسويه معلومات عن مين بحكي انا عن هذا المؤتمر وعن هذا المؤتمر وعن هذا المؤتمر يا ريت هيك وانت هسه انت الاستيميل بارسر بتعرف شو انا الاستيميل بارسر يا ريت لو صح لك انه اللي عمل هذا الديفلوبر تبع الويب سايت يعطيك البارسر مش يعطيك البارسر يجي يعلم لك جوا لما يبدا هون يقول لك اه هون بدنا نحكي عن كونفرنس وكنت يقول لك هاي من هون لهون هاي اسم الكونفرنس هاي من هون لهون موقع هاي من هون لهون الهيومن اشوفهاش بس من جوا الاستيم الموجود في الاستيم ال ها هذا هو بالضبط الار دي اف ايه ف هو مثلا بدي احكي عن شو 16-3 ما بعرفش اني 16-3 يمكن هاي 16-3 بدي احكي عنها انها ايش بيبر سب مش انديد هاي ها سبان بقول سبان بروبرتي بيبر سبمشن ديت وبسكر سبان بكتبها هون يعني بضيف بروبرتيز لهي الاشياء بضيف اول اشي بعرف الديفيجن في الديفيجن بقول انه هاي الديفيجن ما نحكي عن كذا زي مثلا في هنا على فكره شو اسمه في معلش اذا في انترنت في انترنت هاي انتبهوا هاي جرار دوت انفو تروح على الببليكيشن شايفين هاي هذول الببليكيشنز شو من هذول هاي ان هاي ارتكل اتش تي ام ال هذا اتش تي ام ال عادي هاتوا هاي الارتكل عن مثلا شو هو هذول ما هذول شو هم مؤلفين صح تصير انت تبعي رومان برينا اندرياس شميت مصطفى جرار ورنر كوستر وهاي شو هو اسم التايتل تبع الكتاب هاي عن كتاب اه وهاي وين انتشرت وكديش صفحه هذا اي صفحه والسيريز السيريال نمبر تبع الفوليوم بنسميه والاي اس بي ان تبعها والببلشر سبرينجر وين انت اه وعن كل ارتكل فيه معلومات هلا لو بدك تيجي تكتبها بالاتش تي ام ال بارسر تقطعها بس اذا غيرت الاتش تي ام ال بضرب البارسر فيا ريت لو في ايش قلنا يعلم لك وين من وين واحد يعلم لنا ها الاسم روحوا ام هلا بقول لكم روحوا اعملوا فيو سورس هم
هلا وين اجيب لك هاي ديف الاي دي تبعها لا 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 ديف سوري من هون بلشت سبان بروبريتي ديف هلا بدي بلش احكي ديف يعني انا لما بحط الاي دي وكاني بدي ابلش انا احكي عن اشي بدي بلش احكي عن اشي هو الديف يعني تقسيمي يعني انت هاي الديف اتفيم ال هسا بعطيه الاي دي وكاني انا بدي بلش احكي هلا عن اشي بحط سبان بروبرتي بي تي اللي هي شو البي تي نيم سبيس مركزين معاي مركزين هاي البي تي انا هاي فعلا انا رحت دورت عليها هاي بيبتك يعني واحد عمل ار دي اف اس عن اشياء زي ما قلت لكم الشيء اللي له علاقه بالمكتبات والبابليكيشنز وهي الاشياء فبقول ناخذ مثال هون معلش طولت عليكم بس ثواني اللي بدي اقول ديف بدي احكي عن هاي الشغله الها كي هاز كي هلا هاي على فكره هاي تظهر بالاتش تي ام ال انا بطلع على منى عشان هي بس واحد مركز معي هاي بتظهر بالاتش تي ام ال مزبوط طيب بقول اوثر الو ريليشن بي تي هاز اوثر يعني هاي الارتكيل إلها ريليشن هاز اوثر مع مين مع هذا الاشي هذا الاشي حطيت سبان تايب اوف فوف بيرسون وهاي البروبريتي يعني هون داخل وبلشت اعرف واحد اسم بيرسون اليو ار ال تبعه كذا واسمه فيليب كذا كذا له اوثر ثاني تايب اوف بيرسون كارل ابرر اسمه وهلم مجر هذول اسماء اوثرز نفس انا بحكي عن الارتكل صح بعدين بقول لها تايتل هلا شو اللي بظهر بالاتش تي ام ال هون يا عم عشان تفهم علي شو اللي بظهر بالاتش تي ام ال هون يعني شو بشوف اليوزر اللي في البيج التايتل اقرا اقرا بشوف كلمه تايتل منى بشوف كلمه تايتل المفروض بشوف بعدين يساوي بعدين هاي الاشاره الكوس بعدين شو بشوف شو اسمه اللي جوا الفيو بوينتس ان ايمرجنت سيمانتكس شوف ايش ثاني لا هلا انا شو سويت هاي قلت انها بروبريتي هي بروبريتي هاز تايتل قلت يعني هاي عباره عن هاز تايتل يعني هذا الديف هاز تايتل ها علمتها وعلمت كمان جرنال انها موجوده وين انه هذا الاشي له جرنال الجرنال تبعه جرنال اوف داتا سيمانتكس يعني اي حد الفكره بشكل عام انه اي حد بيجي بيفتح سورس او الاتش تي ام ال بصير يفهم هذه الاشياء هي تابعه لايش او انت زي ما بتحكي انه علمتها بالضبط هلا في لها ار دي في لها هاي اشي بارسر يعني لو تعطيها لها في لو نقدر نسوي برنامج بنعطيه الاتش تي ام ال بيطلعنا من قلبه ايش كل الداتا اللي بدنا اياها نسميه ديستيلر مرشح يعني بتعطيه البيج بيطلع لك منها كل المعلم هاي التاكس المعلمي بيطلع لك اياها كلها على فكره نفس البارسر فيش داعي كل يوم نكتب بارسر يعني بمعنى اخر احسن اكزامبل لها عارف شو هو في بتعرفوا جوبس دوت بي اس جوبس اكيد بتعرفوه بتوقع الكل بدور على شغل دائما جوبس دوت بي اس تخيلوا حرام هم شو بيساووا بلفوا على الجرايد وبلفوا على المواقع الالكترونيه وكذا وشو بيساووا وبطبعوا او طبعا الناس تروح تعبي بس اذا الناس تعبي لما تبدو على الناس بيوز ما تعبيش تلكاش والبطل حدا يرجع فشو بيساووا بروحوا بجيبوا الجرايد وطلعوا شو في اعلانات عن وظائف وشو بيساووا وبطبعوها وبطبعوا او وغالبا ما الاعلانات اليوم كلها بتصير مش على جف الجرايد وين على الويب سايتس صح الجامعة بير زياد وين بتعلن على الويب سايت بحط في الويب سايت طيب جوبس دوت بي اس معناته كل كم من يوم لازم اروح وين
السايت كيف بدهم يسووا بارسر؟ هم بلحقوش يسووا بارسر لكل ويب سايت. هم يعني هو الشيء مانيوال اللي بيعملوه، بس حاليا لو السايتات بمستخدمة هذا شوي 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 هلا هم شو بيساووا؟ مانيوالي او بدهم يسووا بارسر للاشتيميل. هلا قد ما في ويب سايت بيقدروش، فمعناته مانيوال. هلا هون الفكره اللي بدنا نستعملها شو؟ لو جامعه بير زيت بتحط الاعلانات عن الجوبز تبعتها هي اتش تي ام ال وبتكتبها بالار دي اف اي، كان الموقع هذاك بيستغل هاي النقطه، كان اوتوماتيكلي كل شيء كان يعني بس بيقراوها، بيقراوا الداتا وكانها ستراكشر. هي هون تجيك ستراكشر، تجيك ار دي اف. يعني انا هاي شايفها، شايفين هاي؟ هذا على فكره حاط انا كيف حاط الكليك هاي، اذا بتكبس عليها هاي، اذا بتكبس عليها حولك الصفحه ار دي اف بيروح بطول. مش انا اللي عامل البرنامج، برنامج اوبن سورس اسمه ار دي اف ديستلر، بروح على الار دي اف على الهوم بيج هاي بطول الار دي اف منها وبحط لك اياها ار دي اف. هاي شايفينها؟ هاي كل المعلومات. طبعا هو في خرابيش مرات بجيب، لازم افتحها في، لو افتحها في اشي اوضح تطلع اوضح. جيب لك هاي كل المعلومات اللي في الصفحة اللي ورجيتكم اياها تبعتي، كل هاي ستراكتر طلعت كليك واحد. في حد عنده سؤال عليها؟ في حد عنده سؤال؟ يعني بدها اكثر من انا حودي لكم سلايدز عملناها احنا لاشي ثاني صحيح، اوبشنال ريدنج انا مش هشرحها. ها سلايدز هاي شغله ثانيه عملناها، وهاي عندكم امثله واشياء اخرى تقدروا انتم تتعلموا للار دي اف اي. هاي من هون بتبلش تتعلموا للار دي اف اي لحالكم فيها. هلا اللي منكم بيساوي لي هذا، هاي اوبشنال بحكي لكم عنها المره الجاي. يعني هاي على كل حال اللي بيسوي هاي اكسترا ماركس، هاي مش مطلوبه، اكسترا ماركس زي اوبشنال بس اجباري. 55 فكر تسجيل ولا كله هلا في انا اليوم في شغله ما شرحتهاش دكتور. الساعه 55 يلا ثواني، في شيء ما شرحتوش اسمه اللينك داتا، اقول تدرسوه لحالكم. ما رجعتش انا اصلا باختصار هن كلمتين عشان التسجيل، وبتقول اللي بده يطلع يطلع بس مش حاقعد اكثر من دقيقه، مش حابب اقعد اكثر من دقيقه. كل واحد في ناس كثير مثلا بالويكيبيديا، في امازون، في السي ان ان، في الجزيره، في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ ممكن بيحكوا عن باراك اوباما، سي ان ان والجزيره. طب باراك اوباما كلمه سترينج، هلا اذا بيحكوا عن نفس الشيء ليه بيستعملوا نفس اليو ار اي؟ يعطوه نفس اليو ار اي والاسم لهذا الشيء يكون اور باراك اوباما. فهلا اكثر موضوع في الانترنت عاجك العلماء والشركات very very hot اسمه linked data. كيف انا فمثلا بالنسبه لتعريف باراك اوباما او تعريف كلاس معين او اللي هو في الجزيره اللي هو http.www كذا جزيره.net بلا 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 بلا، هاي تعريف باراك اوباما، هاي تعريف دوارت سعيد، هاي تعريف الثوره السوريه، هاي تعريف whatever كتاب الفلاني. امازون ثاني نفس الاشي، مش احنا كنا اتش تي تي بي هذا تعريفه عنده. لو اجت خلينا نقول بطريقه اخرى، مش في بوك ستورز غير امازون صح؟ طيب انا بحكي عن كتاب، انا بدي اقول بدي هذا الكتاب مؤلف تبعه كذا كذا، اليو ار ال تبعه شو بستعمل انا مثلا؟ المثال اعطيتكم اياه المره الماضيه امازون. طيب وكمان على فكره في اليو ار ال بقدر استعمل اليو ار ال تبعه في بوك ستور ثاني صح؟ لو امازون اجت عملت عندها لينكس بنسميها سيم از، سيم از في المواقع الثانيه، والمواقع الثانيه عملت عن امازون عن الكتب، وبعدين المؤلفين اللي في امازون مثلا
بدل ما بس حطوا http/amazon عن دوار سعيد يعني انه كمؤلف، لا نيجي يعني يجي واحد كمان يقول اليو ار ال هذا اللي في امازون سيم از اليو ار ال هذا اللي في الويكيبيديا مثلا، السيم از اللي في كل واحد يصير يحط عن حاله عن الثاني، او يربط معناها هيك بصير كل واحد بربط حاله مع غيره. يعني زي البرايمري كي اللي في وزاره الداخليه لبيرسون، والبرايمري كي اللي في وزاره العدل لبيرسون باختلافات. بس لو واحد لو في عندنا تيبل كان البرايمري كي وزاره الداخليه والبرايمري كي وزاره العدل وعمل ما بين المابينج، بعدين واحد ثاني مع وزاره الاقتصاد وعمل بين المابينج، هيك احنا صرنا نربط الداتا مع بعض، صح ولا لا؟ البروفايل صرنا نربطها مع بعض، هذول الانتيتيز صرنا نربطهم مع بعض. هاي هو اللينك داتا، هي ظاهره مش علم، هي ظاهره مش علم. لا كل الناس قاعده تربط مع حالها، هذول النودز هذول، هاي كل واحده من هاي ويكيبيديا، هاي ويكيبيديا يعني هاي ويكيبيديا، في يعني كل واحد يمكن يصير انه اخرى موجوده، كل واحد منهن عباره عن هيوج داتا ستور، فيها داتا رابطه حالها مع غيرها. يعني كل هذول النوت بشكل عارفش قديش مليار نوت بين بعض. فتخيل الانترنت هون شو صار، بنسميه ويب اوف انتيتيز، صار ويب اوف انتيتيز، معلش بتراجعوا، صار عندنا هون الويب اوف انتيتيز، انه كل واحد رابط مع الثاني. يعني لو الجزيره بتربط مع العربيه والعربيه بتربط مع وا 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 وا. لما نيجي نعمل بارس للارتكلز نبقى عارفين، يعني لو جمعنا كل الارتكلز من العربية وكل الارتكلز من القدس وكل الارتكلز من الجزيرة وكل الارتكلز من كذا، بكون انا عارف، بكون واحد بحث لي عن ادوار سعيد. طيب بجوز كل واحد كاتبها شكل و و الى اخره، انا ما بحكيش ناتشرال لانجويج بروسيسنج هون، بحكي عن انه كل واحد صار رابط مع غيره. لاحظين هلا الانترنت ماشي هون. انا حاعطيكم اوبشنال سلايدز تقراوها، يعني هاي مش هشرح عنها اكثر، عاده مش هشرح عنها كثير، يعني بقول فيو ويرز اباوت ات، وبعدين انتو بتكملوا. هاي بتسووا لي هاي الديسكريبشن تاع المشروع تقراوه لحالكم، هاي قريناها ها تاع وزاره بدنا نعمل ستودنت ريجستري وزاره التعليم، بتسووا لي عنها الار دي اف سكيما. ها هاي كيف بدكم تساوي؟ بتروحوا بتجيبوا ثلاثة ديفرنت مارك شيتس، بتعملوا لهم ار دي اف سكيما، وبترسموهم بالاو ار ام، وبتعطوني ثلاث، بتجيبوا ثلاث مارك شيتس حقيقيات بتعملهم بالار دي اف كوميت للار دي اف سكيما، بتستعملوا نفس الفوكابيلور اللي انتو حطيتوه. يعني بتيجي تعمل ار دي اف سكيما بتحطها في مكان، وبعدين تيجي تكتب RDF وبتستعمل تعريفات الموجودة وين؟ في سكيما. بدي ثلاثة من هذول RDF files، كل واحد بيعبر عن مارك شيت جاي من جامعة أخرى. لا حاول تستعمل فوف ودوك، هذول يعني RDF schemes موجودة برا أقصى ما تستطيع. بتسلمني أربعة لينكس، بتسلمني واحد RDFS وثلاثة RDF. قبل ما تسلمني إياهن شو بتساوي؟ تعملهم فاليديشن. شو تعملهم؟ في فاليديتر، في شيء اسمه ار دي اف فاليديتر. كيف HTML فاليديتر؟ في ار دي اف فاليديتر، فبتعملهم فاليديشن وبتسلمني اياها. اباوت ديدلاينز، هذا لازم يبقى خالص، يعني لازم يعني كيف 100% كله مسلم قبل امتحان المحاضره الجاي اللي هي اسبوعين معكم، يعني تساوي هلا فصف عندي. اذا بنجي للمشروع هذا، على المشروع اللي قبله بنقول شو بدك تسوي، كل هذا مع الاو ار ام مع الديسكريبشن لوجيك، هيك مشروعين مستنين في بعض. معكم اسبوعين تسوي هذا الشغل، مش كثير. هو هذا الكلام مش كثير، عشان اول مره بدك تسويه حتى ودي تتعلم، بس هي مش كثير. لا